pour évaluer la situation اللي صارت بعد طوكيو. شفت الكثير من وسائل الإعلام وكانوا أتاكاو الكثير من الرياضيين، وحتى في وسائل وسائط التواصل الاجتماعي كان ضغط كبير على الرياضيين. هناك بيان سور انتقاد للإدارة، انتقاد للاتحاديات. أنا أقول أن المسؤولية هي مسؤولية جماعية. المنظومة الرياضية في حد ذاتها فيها مشكل، المنظومة الرياضية في حد ذاتها تحتاج إلى إعادة نظر، تحتاج إلى إعادة تقييم وتقويم. المنظومة الرياضية بما فيها وزارة الشباب والرياضة والتي تتحمل مسؤولية وضع السياسة الوطنية في مجال الشباب والرياضة، في مجال متابعة ما يحدث على مستوى الساحة الرياضية، تتحمل كثير أيضا من المسؤولية، وسيتم معالجة هذا الأمر في أوانه. رانا من 2005 ولا 2004 لم يتم تحقيق إلا 5 ميداليات، ال5 ميداليات 3 جابهم مخلوفي. معنى ذلك باللي كاين مشكل موجود. الإشكالية اللي مطروحة ولازم نقولها بصراحة، نفس الناس الذين يشرفون على القطاع الرياضي بكل هزائمه وبكل فشله إلى حد الآن راهم مازال يشرفون على القطاع الرياضي، سواء موجودين في الاتحاديات ولا موجودين في الإدارة المركزية. معنى ذلك لازم نكونوا تكون عندنا الشجاعة كي نواجه أنفسنا بكل حقائق إذا أردنا أن نرفع من مستوانا وأن نحسن من الصورة نتاع الرياضة الجزائرية، وباش تكون حقيقة دبلوماسية قوية، دبلوماسية اللي تمثل الجزائر وترفع من قيمة الجزائر.